المغرب يعني قام واحد التقدم جد متطور وجد هام، وقد اقول في بعض الاحيان ثوري، فيما يتعلق فتح المجال امام النساء للمشاركه السياسيه عبر الاقرار بالعديد من الاليه التحفيزيه، وبعض الاحيان اليه قانونيه ومؤسساتيه الزاميه تجعل من تلزم على الاحزاب يعني الاخذ بعين الاعتبار بعض الاجراءات التدبيريه من اجل فتح المجال وبخصوص مراكز القرار السياسي للنساء. وهنا حصل تطور، نقارنوا غير المغرب ما بين قبل 2002 الى حدود الان، اصبحت الان العديد من المؤسسات سواء التشريعيه، المجالس المنتخبه، الاجهزه القياديه داخل الاحزاب السياسيه كانت الى حد ما حكرا على الرجال. الان اصبح تواجد هذه المراه على صعيد هذه المؤسسات تواجد وازن وقوي ومؤثر، ويمكن نقول بان القيمه المضافه التي اضافتها النساء على مستوى هذه المؤسسات كلها قيمه ملموسه يشهد لها الجميع بذلك، وممكن لان انه بذلك صحيح هناك بالعديد من المظاهر الاختلالات اللي كتبان هنا وهنا، ولكن هذا الصراع. شنو المعيقات؟ المعيقات يعني غنقول لك معيقات، هو مجتمعنا راه كما واحد الثقافة ذكورية اللي استمرت منذ الاستقلال إلى حدود الآن، وصعب أن نكسروا هذه الثقافة بين عشية وضحاها. لا بد من التدرج، لا بد من فرض الذات، لا بد من الصمود، لا بد من النضال، والحمد لله الإرادة الملكية كاينة وتلاقت أيضا مع إرادة الأحزاب الوطنية والديمقراطية، مما جعل النساء يحتلن مراتب جد متقدمة في المشهد السياسي سواء على مستوى المؤسسات التشريعية، على مستوى المجالس المنتخبة، وأنه بالمجهودات التي قامت بها الحكومة في هذا الشأن عبر القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، وعبر إقرار العديد من الآليات التمييزية، التمييز الإيجابي أو الكوطة ولو أن البعض يحاول أن يطعن في هذا المبدأ، ولمكنت النساء من الوصول إلى مراكز القرار. للأسف سجلنا باستياء بعض المحطات ديال هذا المسلسل الانتخابي، لم يتم فيها يعني احترام هذا المبدأ لأن ما كانتش فيها إجراءات إلزامية، وهنا أخص بالذكر يعني على مستوى رؤساء المجالس الجماعية، على مستوى رؤساء المجالس الإقليمية ومجالس العمالات، على مستوى رؤساء الجهات، وهذا نحس بالغبن ونحس بنوع من الحقرة تجاه ذلك، وعلى مستوى أيضا شكون انتم اللي تحسوا بالحقرة؟ حنا نساء. نساء نساء. طيب ولكن هادو اللي كيعينوا رؤساء الجهات ورؤساء المجالس، لا ما كيتعينوش، هذا ينتخب ولكن شكون اللي كيعطيهم التزكية؟ لا كيعطوهم الأحزاب بالفعل. طيب هذا نتكلموا على الحزب ديالكم أول، يلا باش نديو حنا هناك لا أتهم الأحزاب كمؤسسات. هناك بعض الفاعلين السياسيين، قد أقول الفاعلين الانتخابيين حتى تكون أكثر دقة، يحاولوا الالتفاف على بعض المكاسب القانونية، وهنا أقول القوانين بوحدها بعض الأحيان لا تكفي ولو أنها عندها دور بيداغوجي، الالتفاف على هذه المبادئ من أجل يعني عندما في الذهن ديالهم يعني مكسب عند امرأة انتوزع، يعني هو امرأة ربحت مكسب بحال اللي انتوزعة من عند الرجل، يعني الالتفاف على بعض هذا الشيء من أجل فتح المجال للرجال اللي تبوا مراكز جد متقدمة على مستوى هذه المؤسسات.